بونجور يا حلوين، صباح الخير. ومع احلى كوبايه شاي، بصوا النهارده انا هاخد كوبايه الشاي بمعلقه سكر. ساعات بشربها بسكر وساعات لا، ساعات باخد جنبيها تمرايه، يعني ساعات ما اخدش كده اهو، لكن النهارده هحط فيها معلقه سكر. ساعات كده بيبقى ليا مزاج ان انا احط فيها سكر، بس هي معلقه واحده مش اكتر. كل يوم بحب اغير الكوبايه، تقريبا ما بحبش اشرب في نفس الكوبايه كل يوم، وساعات كده اعلق على كوبايه واحده، بس النهارده انا هشرب في الكوبايه دي. قولولي انتوا بتعملوا زيي ولا هي كوبايه واحده، ولا مين بيشرب في المج؟ انا ما بحبش اشرب الشاي في المج ابدا. الشاي بالنسبه لي يعني لازم كوبايه شفافه، ولازم اطلعه اللون ده. شايفين اللون ده؟ انا بحب اللون ده، مش عارفه انتوا شايفينه كويس ولا لا. لا كده مش باين، من هنا باين اللون الاحمر ده. بحب كوبايه الشاي يبقى لونها كده. يلا بحب بس اصبح عليكم الصبح. بونجور يا حلوين، وما تنسونيش من اللايك والشير والكومنتات وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش تكتبولي كمان انتوا بتحبوا تشربوا الشاي في كوباية عادية ولا في مج.